السلام عليكم، صباح الفل، عاملين ايه؟ معاكم اخوكم احمد كمال. ده فيديو سوق الجمعة بتاع الكلاب الجلد. يعني ايه كلاب جلد؟ يعني اصل الشراسة، يعني العند الصافي البيور ده اللي هو مفيش منه، يعني الوفاء الزايد عن اللزوم وبيموت نفسه وما بيحسش بأي حاجة وهو بيعمل او بيمارس الوفاء بالنسبة لك، ان هو بيدافع عنك، بيحبك، كلب في منتهى الجمال. يعني هنصلي على النبي الاول، طبيعي لازم هنصلي على النبي الاول، تمام. بعد كده يلا بينا نخش نتفرج على السوق، وفي معلومه مهمه قوي عايز اقولها لك بعد ما نخلص السوق. يلا بينا. ده كروت. ما تضربش الكلب، ما تضربش الكلب. بكام الكلب ده؟ بثلاثة؟ ب 3000 جنيه. عنده قد ايه؟ 10 شهور. طب خش جوه شوية، انا جاي. هات رقمك. طيب 012 06 2 7 2 3 2 7 اتش اكس لارج. ده بكام ده؟ واي حاجة دون عشان معلم سايق حاجة من اللي مش هتشوفها تاني. بقول لك ايه؟ فرنش بولدوج بكام؟ 5؟ عنده قد ايه؟ سنة ونص، ب 5000 جنيه. أقل سعر ممكن تسمعه في العالم للفرنش بولدوج. هات رقمك يا راجل. 012 012 87 87 9 9 17 17 566 566. احط ايدي ولا اقعد؟ ايه؟ احط ايدي على ايدي. اقعد؟ ماشي. كلب ما شاء الله عليك، السعر ما حصلش 5000 جنيه، بس اقل سعر هتسمعه في الفصيلة دي. سدين تاروت خشان الدكورة. لا 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 ما تكششهاش، هي دي ام. درب كلبك بنفسك معانا. انا دخلت عليها امبارح بالليل ما لقيتش البيت اللي هو انهي حلو. بكام؟ بتلاتة. عندها قد ايه؟ وش قبل كده؟ سنة ونص. ماشي. طب هات رقمك. قولوا تاني، قولوا تاني. مش حافظينه؟ احط ايدي ولا تعود؟
بس البوز قصير يعني برضو الى حد ما. ايه هو في اقصر من كده، بس هي لو كلت، لو كلت كل ده هتلاقي البوز اقصر. وما تسألنيش ازاي، عشان الكلبة لما هتملى العار ده هيزيد، فهتلاقي ايه الطول بالنسبة لك بقى انسب. مش هيقصر بمعنى انه هيخش لجوه، لا، بس لما البوز هيعرض مع الاكل هتلاقي الكلبة دي بقت شكل تاني. بس هي ايه تعتبر برضو فيها اهتمام، يعني فيها اهتمام. وبعدين هي ماسكة سكة الامريكان، بس الكلبة دي معديها السنة ونص. ها هي جايبة وش عندك انت، جايبها كبيرة صح؟ ايوة جايبها بضبط الفويد اول كده. الرقم 012 8 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
بتلاتة للي عايزها. كويس. حتة ايه؟ بيتبول على ممكن بيتبول على مثلا كاني كورسو او بيتبول على بوكسر صح؟ هو ايه على ايه؟ على جريد دان؟ ايه؟ على ماستف؟ بس كلب في الحراسة ايه؟ لا 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 واخد عليه بص بألف ونص جناية الكلب ده جناية ابن اللذين هات رقم 012 ايه 8 3 3 7 0 2 8 1 بألف ونص كلب حراسة سنة ونص تمش على كده وهو ايه انت مش صاحبه قوي فاهم ده عايز ايه عشان يحكي انت ايه قلب عايز صاحب اصدره لو صاحبي وانا بقول له يموت الكلب الحراسة ده يبقى باشا في نهاية الفيديو هنصلي على النبي للمرة التانية قول عليه أفضل الصلاة والسلام اللي عايز أي حاجة من خلال رقم الواتساب 011-415-799-33 المعلومة المهمة اللي أنا عايز أقولها لك اللي هي بتاعت نهاية الفيديو حاول لما تنزل سوق الجمعة إخواتنا الشباب الصغيرين في السن اللي هم من مثلا يعني اخواتنا الشباب الصغيرين اللي هم ما تحت العشرين يعني يفضل خد معاك حد كبير يعني او خد معاك حد من صحابك ويفضل يكون حد عاقل وبلاش بلاش تفضل تشغل الكلاب بلاش تشغل الكلاب لان حصلت مشكلة السوق اللي فات وكلب عض واحد وتعلق فيه بالاضافة ان الناس اللي واقفة في السوق لما بتلاقيك سنك صغير عندك مثلا 10 سنين 12 سنة ولا حاجة ونازل لوحدك السوق ممكن يروح يعني لان الموقف ده حصل قدامي واحد سايب قال لعيل صغير شغل لي الكلب شغل الكلب عليه مش عارف ايه راح الكلب مهوهو فلما الكلب هوهو راح سايب الكلب عليه فالكلب كان هيعض له فخلي بالك خلي بالك وخصوصا مثلا لو ابن حضرتك نازل السوق وسنه صغير يعني معلش انزل معاه انا عارف هتصحى بدري على ايه ده يوم اجازة بلا وجع قلب يلعن مش عارف ايه على مش عارف ايه لا معلش روح معاه شاركه حتى اهتماماته ده من الكويس ان انت تشاركه اهتماماته حتى لو اللي هو بينزل مش هيشتري ولا يبيع ولا اي حاجة هو طالما نزل المكان فيه زحمة كتير وفيه ناس كتير هبتك انت كوالده هتخلي الناس تحترم الولد بس وصباحكم فل وسلام عليكم.